وللحديث عن واقع العراق بعد مرور عقدين على احتلاله، معنا من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان. دكتور نوري، بداية مرحبا بك. لماذا إلى الآن العراق لم يتعافى من تداعيات الاحتلال ولم يستطع حتى الوصول إلى نظام ديمقراطي؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحياتي لك ولجمهور قناتكم الكريمة. الله يخليك. حقيقة أنه بعد 20 عام والعراق ما زال هو متأثر بالتدخلات المباشرة من قبل الاحتلال الأمريكي. لحد اليوم احنا نشهد يعني دور السفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بالكثير من الملفات وبلقاءاتها حتى المسؤولين المحليين وليس على مستوى الحكومة الاتحادية فحسب. بالتالي هذا التأثير والتداخل هو لاستمرار وإدامة نظام المحاصصة الذي شرحته أو سنته الولايات المتحدة الأمريكية بالتوافق مع إيران في وقت سلطة الاحتلال التي كان يطلق عليها السلطة المدنية. هذا كله حقيقة إلى اليوم هو معرقل لأداء وتحسين أي عملية سياسية ممكن أن تكون للعراق على المستوى الوطني. فبالتالي الذين يتماشت مصالحهم مع المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية هم من يديروا البلد هذا اليوم، وهم أشد حرصا من الأمريكان والإيرانيين باستمرار الوضع على ما هو عليه في العراق. بالتالي لا يمكن لهم أن يحسنوا وضع العراق أو يطوروا. طيب دكتور نوري، يعني مع علم الأحزاب السياسية هي نفسها تتحدث عن أن أس المشكلة هي المحاصصة السياسية والمحاصصة الطائفية في هذا النظام القائم في العراق، هم يتحدثون بهذا الأمر، هذه المعوقات الآن، ما هي يعني الحلول لإزالة هذه العقبات وتكوين نظام قائم على دستور وطني؟ نعم، شوفوا الأحزاب السياسية القائمة اليوم في إدارة الدولة أو القابضة على السلطة في نظام المحاصصة الطائفية، عندما يتحدثون عن أنه هذا أس البلاء هو الطائفية، هذا شعار مراد له أن يكون باستخدام يعني يستخدموه جماهيريا لكسب الجمهور أو تقليل من الضغط الحاصل في الشارع العراقي، لأنه حقيقة الشارع العراقي اليوم يغلي رافض للعملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية. فبالتالي هم لابد أن يبينوا بأنهم أيضا منزعجين وهم غير راضين بالمحاصصة الطائفية، ولكن بحقيقة الأمر عندما يعودون إلى تشريع القوانين تجدهم يشرعون قوانين تصب مصالحهم وتضمن استمرار وبقاء هذا النظام، نظام المحاصصة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في بقائهم بالسلطة. فبالتالي هم لا يصدقون القول عندما يتحدثون عن المحاصصة الطائفية. الخلاص من المحاصصة الطائفية يعني أضعاف دورهم كقوة سياسية، لأنه الدولة عندما تبنى على أساس المواطنة والقانون ينفذ على الجميع، من قانون الأحزاب والدستور عندما ينفذ على الجميع، فأحزابهم تكون غير قانونية بالعمل باعتبارها مؤسسة بشكل طائفي. العراق يمتلك مقومات الاستمرار ومقومات التنمية ومقومات النهوض من موارد هائلة، سواء كانت موارد بشرية أو موارد مادية وإلى آخره. لماذا إذن هذه التبعية، تبعية الأحزاب لأمريكا وإيران على حد سواء، في حين هناك دول مستقلة عن هذه التبعيات وهي متطورة ومتقدمة ومحققة الاكتفاء الذاتي وإلى آخره؟ العراق فيه هذه المقاومات ولكنه يخضع إلى الآن إلى هذه التبعية. لأنه حقيقة يعني شوف، العراق غني بكل هذه المقاومات التي ذكرتها، وهذا الغنى هو بدلا أن يكون نعمة أصبح وكأنه نقمة بسبب وجود التأثير الأمريكي والإيراني، يعني سلطة الاحتلال بشقيها
وكذلك الأحزاب التابعة لإيران وأمريكا. وهو هذا حقيقة المشكلة الحقيقية التي هي يعني جعلت من المحاصصة الطائفية نظام يخدم مصالح هؤلاء جميعا، يعني الثلاثي خلينا نسميه، عاملين خارجيين وهم الأمريكي والإيراني، وكذلك العامل الداخلي الأحزاب الطائفية، الأحزاب التي هي قابضة على السلطة اليوم، هم هؤلاء كلهم منتفعين من هذا الأمر حتى يمكن تطوير العراق، حتى ممكن أن يستفيد العراق من خيراته. يفترض أن تكون هنالك سلطة وطنية، وهذه السلطة الوطنية تتقاطع مصالحها مع مصالح الأحزاب الطائفية، وهنا الأحزاب الطائفية يتفقون على أي مشروع يمكن أن يكون وطني يتم إجهاضه. نعم، من 2003 وإلى الآن العراق حكوماته المتعاقبة هي برعاية أو بصناعة مثل ما يصفها مراقبون، صناعة أمريكية ورعاية إيرانية، وكل الحكومات المتعاقبة إلى الآن بالتوالي هي تابعة للإرادة الأمريكية والإيرانية بحسب ما يعني يرى مراقبون ومحللون عراقيون. في هذا الحال هناك أيضا خطوات أمريكية لفك الارتباط يعني متعلقة بالنظام المصرفي، هناك ضغوطات لفك الارتباط بإيران، هل ترى أن هذه خطوة أولى ربما؟ الحقيقة أنه شوف، هو يعني من خلال التجربة من 2003 لحد اليوم هناك تخادم واضح ما بين إيران وأمريكا، هناك تقاطعات فعلية وهناك تخادم باتخاذ مواقف وقرارات تخدم أمريكا أو تخدم إيران في هذا المجال. ما يحدث هو اليوم من النظام المصرفي هو نظام حقيقة يعني يتعلق بمنع تهريب الدولار إلى إيران بشكل أساسي، ولكن هو أيضا لتأكيد قدرة أمريكا على السيطرة على الشؤون وإدارة العراق بكل مفاصله، والحفاظ على النهج الطائفي والسلطة التي رسمتها أمريكا وتريد لها الاستمرار. نعم. يعني هذا الموضوع مو فقط يخدم يعني يمنع إيران، يعني الحقيقة ليس بالمطلق أنه يصب بمصلحة العراقيين، يعني هو بالبداية هو يصب في مصلحة الأمريكان، هو منع التهريب الدولار، منع التهريب الدولار من العراق إلى أمريكا إلى إيران، هو للضغط أكثر على إيران. هنالك تسريبات أيضا في هذا المجال وفق التفاوض ما بين الأوروبيين والأمريكان مع إيران حول يعني الملف النووي، وهنالك جبهة يعني موافقات حتى إيرانية من استغناء عن بعض أذرعها العسكرية في المنطقة مقابل أن يبقى العراق الرئة الاقتصادية والمتنفس الاقتصادي لإيران. فهذا يعني هنا أمريكا ما راح تقطع بالكامل ولا راح تمنع بالكامل. هناك احنا شهدنا خلال الفترة المضت ايضا حتى يعني موافقات أمريكية بأنه العراق يستورد الغاز ويستورد الطاقة الكهربائية من إيران ويدفع لهم بالدولار الأمريكي بالرغم من العقوبات التي صادرة على إيران. من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.